Salam alaikum, Safa Jeline, le livre Parcours du français, Salamid Senel Oula Dadi. Safa Jeline, le livre Parcours français, mon projet, rédiger le canevas du conte. Rédiger, nous avons déjà élaboré le canevas pour écrire collectivement un conte. Nous avons déjà élaboré le canevas. Le canevas Heikel pour écrire collectivement un conte. En effet, le long de ce semestre, toute la classe va va radin à l'aide avec l'aide de notre professeur en produire une partie pendant chaque séance de l'écrit l'injège wa juz mina hadi el hikaya min hadi el hikaya fi kulli hissa. Pour cela, déjà, nous aurons effectué des apprentissages correspondantes puis en lecture, en langue, et à l'oral, la lecture, l'orthographe, la conjugaison, Parallèlement, j'aurai l'occasion de m'intégrer à un groupe. De m'intégrer l'une d'image puis restreint de 3 à 5 élèves. من ثلاثة إلى خمسة تلاميذ. Chaque groupe va élaborer son projet. كل مجموعة ستنجز هذا المشروع مشروعها qui consiste à produire un conte nouveau الذي سيقوم بإنجاز واحد حكاية جديدة. Pour ce faire, il bénéficiera d'un moment projet après chaque séance. À la fin de ce semestre, chaque groupe jouera le conte qu'il a produit. لعب هذا بلعب أو بتقديم هذه الحكاية. Au sein du groupe, داخل هذه المجموعة, nous mettrons d'accord sur un canevas du conte. إذن خصنا نتوافقوا là واحد الهيكل الحكايه à produire اللي غادي نجو en complétant cette grille اذا خصنا نتوافقوا بمد هذه الشبكه هذه هي الشبكه غنتوافقوا على الحكايه مجموعه ديال الحكايات نختاروا واحد الحكايه معينه
هناك حكايات عديدة، مثلا نقدروا نختاروا هنا مثلا حكاية ديال السوندريون. عندنا هنا لي زيليمون دو كونت، هذه عناصر الحكاية، وعندنا لي بروبوزيسيون روتوني بار مون جروب، إذا اقتراحات مقدمة من طرف هذه المجموعة. لو بيرسوناج برينسيبال قلنا غادي يكون الشخصية الرئيسية هي سوندريون. لو ليو دو ليستواغ، مكان هذه الحكاية هو دون اون ميزون فاميليال، واحد منزل عائلي. ليفينمون اناتوندو في هذه الحكاية غادي يكون هذا، مثلا غادي يكون هو ان هذا الملك بغى يجوج ولدو، وغادي هاد الملك بغى يجوج ولدو، والامير غادي ينظم واحد الحفل. اذا le prince organise une grande fête pour chercher une épouse. Il est en train de faire le bêche, il est en train de faire le bêche. Il est un ennemi ou bien une ennemie, l'ado, il est en train de faire la belle-mère. L'ado, la belle-mère. Et les belles-sœurs. لان هاد الام اللي هي ماشي ام حقيقه، غير لان امها ماتت وبات جوج ام اخرى، وهاد الام غتمنعها ما تخليهاش تمشي لهاد الحفله. وعاوتاني لي دومي سيغ، علاش كنجمعو لي دومي سيغ؟ هما نصف الاخوات، لانهم ماشي اخوات حقيقيين ولكن خوتها من باها فقط، ما يخلوهاش تمشي ايضا الى هاد الحفل، غير حسدوها لان باش ما تجوج. دي زاكسيون دي بيرسوناج، اش هما الاحداث؟ هما لا سيتروي ترانسفورمي اون كاروس، غتكون هاد القرعة اللي تحولت الى عربة، وغتكون هاد العملية غتقوم بها الساحرة الطيبة. سي سوري ترانسفورمي اون شيفو، واحد ستة ديال الفئران غيتحولو عاوتاني إلى أحصنة، عاوتاني اللي غادي يجرجو هاد العربة. وهاد العملية كما قلت لكم غادي تقوم بها الساحرة، الساحرة الطيبة. إذا اون امي صديق هو لافي، لافي هاد الساحرة الطيبة اللي غتساعد هاد سوندريون للحضور في هاد الحفل. من بعد غتوصل 12 غتخاف لأن بامال تعطلات، 12 غترجع للحالة الطبيعية ديالها، غتهرب من داك الحفل. ملي تهرب من الحفل غتنسى داك واحد، غيطيح ليها الصباط، غتنسى الصباط. الامير غادي يكون شاف هذيك سوندريون، من بعد نهاية الحفل ما غيلقاهاش، ولكن غيلقى واحد الصباط وغيبقى يبحث على مولا الصباط. اذا في الاخير غادي يلقاو هاد سوندريون ديال سوندريون لا سوليسيون، وفي الاخير في النهاية غتكون هو le mariage du prince avec Cendrillon. زواج هاد الأمير بسندريون. إذن لا مورال، لا مورال تيري العبرة هما أن هاد الأخلاق الطيبة لي كاليتي مورال سون توجور ريكومبونسي، الأخلاق الطيبة دائما تكون مجازات. إذن الإنسان اللي كيكون عنده أخلاق طيبة دائما يكون مجازا من عند الله سبحانه وتعالى. إذن هكذا هذه هي الحكاية، وهكذا سنكون قد انتهينا. هذه هي الصفحة 20، وشكرا على انتباهكم.